لازم نعالج السبب في البدايه. يعني انا مثلا لقينا مشاكل في الانيميا بنعالج الانيميا، لقينا مشاكل في ديدان في الامعاء بنعالج المشكله، لقينا في مشاكل في مثلا في ايدز يبقى لازم خلاص نوجهها على الطبيب المختص بالمرض يعالج المرض، وبعد كده نبدا بقى نشوف البروتوكول العلاج الخاص بينا. طيب دي العلاجات للنحافة عموما، ولا في علاجات تانية؟ إذا كان في أنيميا تعالج الأنيميا، إذا كان في أي مرض إحنا ما هو بقى إحنا عايزين برضو نواجه العلاج. نتكلم عن البروتوكول العلاجي. طبعا ما نيجي نتكلم عن البروتوكول العلاجي سواء كان الأسباب دي أو الأسباب دي، طبعا لازم نوجه الحالة. إحنا دلوقتي عايزين نريح الأعصاب. إحنا قلنا مريض النحافة غالبا، وهتلاقي الموضوع ده حتى اللي بيجونا في العيادة تلاقيهم طلبة الثانوية، يا دكتور انا خسيت بشكل كبير في السن ده، انا في الثانويه ومش عارف اعمل ايه وشوف لي حل. وانا في مرحله الشباب ليه بقى لان هي بتفكر كتير، بيجي لها قلق، بيجي لها توتر، بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير، الضغط النفسي. طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه، نشوف ايه المشكله لمعالجه الضغط. ان نعالج الضغط النفسي من خلال ان احنا ندي فيتامينات بتريح الاعصاب، ندي املاح بتريح الاعصاب. ايه الفيتامينات؟ زي ايه؟ فيتامين د وفيتامين بي 6. فيتامين د وفيتامين بي 6 دي من ضمن الفيتامينات اللي بتهدي الاعصاب. يعني ان احنا عايزينها تبقى ايه، ريلاكس خالص، ان الثانويه دي بالنسبه لها يكون شيء عادي. دي كده النقطه الاولانيه. يبقى هو ان احنا نريح على فيتامين بي 6 وفيتامين د. فيتامين د بيبقى موجود فين؟ فيتامين د بشكل رئيسي طبعا هو المصدر الرئيسي ليه اشعه الشمس. اشعه الشمس ليه؟ احنا في الختام كده المخرج بيشير لي انه وقت الفقر انتهى، لكن ممكن تدي الحاجات النهائيه. الحاجات النهائيه العلاجات السريعه. احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات. طيب. فيتامين د وفيتامين بي 6. عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم لان غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها او ايه المشروبات السريعه اللي احنا ممكن نشربها تفتح لنا الشهيه شويه؟ طيب المشروبات السريعه، مشروب الكراويه، اليانسون، البابون، الحلبه، ناخدها بعد كل وجبه، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن، ناخد وجبة بليلة باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم. ديت هتحسن لهم الحالة المزاجية، هتنشط لهم الدورة الدموية، هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة، تريح لهم أعصابهم فيكونوا ريلاكس احسن، ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شاكر لك جدا دكتور احمد عطيه دهشان، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. شكرا لك. الله يديك، كانت يعني تشرفت بوجودك، وان شاء الله رب العالمين بنتكلم بشكل بقى يعني نعمل حلقه كده بشكل خاص عن العلاجات النحافه، وازاي احسب السعرات الحراريه لنفسي، وازاي ان انا اعد نظام غذائي لنفسي. الحاجات ديت مهمه جدا ان احنا نوعي الناس فيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا لك. الله يديك. ومشاهدنا الكريم، بالتاكيد هذه النصائح يجب انه نعمل بها، وحاجات مهمه جدا عن النحافه والتغذيه العلاجيه. كان ضيفنا دكتور احمد عطيه دهشان، استشاري التغذيه العلاجيه والتجميل. حنكون معكم ان شاء الله في فقرات مختلفه عبر الشرق العالمي، دائما كونوا معنا.